لدينا 12 اكس تكعيب واي تكعيب زائد 16 اكس للقوة 4 واي زائد 10 اكس واي، كل ذلك مقسوما على 4 اكس واي. يوجد عدة طرق حتى نفكر به وجميعها متكافئة. هذا سيكون نفس الشيء، يمكننا أن نفصل عبارات البسط، وهذا يعادل 12 اكس تكعيب واي تكعيب تقسيم 4 اكس واي زائد 16 اكس للقوة 4 واي تقسيم اكس او تقسيم 4 اكس واي زائد 10 اكس واي تقسيم 4 اكس واي. وهناك طرق عدة للتفكير في الأمر. الأولى، إذا كان لدي A زائد B تقسيم C فإن هذا يعادل A تقسيم C زائد B تقسيم C. إننا نجمع، نأخذ كل كسر على حدة. إذا عملنا هذا بأسلوب عكسي فسوف نجمع الكسور. الطريقة الأخرى التي نفكر بها هي أن نقوم بتوزيع إشارة القسمة، نقوم بتقسيم كل شيء على 4xy. والطريقة الأخيرة التي نفكر بها وهي في الحقيقة نفس الشيء هي أن نضرب كل شيء بواحد تقسيم 4xy. إذا نقوم بتوزيع واحد تقسيم 4xy ضرب كل شيء، وهو ما يعادل القسمة على 4xy. بأي طريقة نستخدمها سنحصل على هذا، وعلينا أن نبسطها عن طريق استخدام خصائص الأسس. يمكننا أن نقسم 12 تقسيم 4، إنها عملية مباشرة وتساوي 3. إذا دعوني أكتب بهذه الطريقة، 12 تقسيم 4 تساوي 3، و x تكعيب تقسيم x x تكعيب تقسيم x. إذن هذا يساوي x للقوة 3 ناقص 1 إذن 3 ناقص 1 ما يساوي x للقوة 2. وأخيرا لدينا y للقوة 3 تقسيم y. حسنا، هذا يعادل القسمة على y للقوة 1. y للقوة 3 تقسيم y للقوة 1 تساوي y للقوة 2. 3 ناقص 1 تساوي 2. الآن دعونا ننتقل إلى العبارة الثانية. لدينا 16 تقسيم 4 ويساوي 4. ثم لدينا x للقوة 4 تقسيم x. حسنا، مرة أخرى x تعادل x للقوة 1، وهذا يساوي x للقوة 4 ناقص 1 ويساوي x للقوة 3. ثم أخيرا لدينا y تقسيم y، هذا يساوي 1. لا يتوجب علينا أن نكتب ذلك، يمكننا أن نكتب 1 هنا، لكن هذا لن يؤثر كثيرا. إذن هذه يتم حذفها. ثم أخيرا لدينا 10 تقسيم 4 وكلاهما يقبلان القسمة على 2، إذن يصبح 5 تقسيم 2. هذا الجزء يبسط إلى 5 تقسيم 2، إذن زائد 5 تقسيم 2. ثم x تقسيم x، هؤلاء يتم حذفهما، إذن هذا يساوي 1. كذلك y تقسيم y يساوي 1، ويتبقى لدينا 5 تقسيم 2 وانتهينا. إذن حصلنا على 3x تربيع y تربيع زائد 4x تكعيب زائد 5 تقسيم 2.